والآن وصلنا إلى أحوال الطقس. عودة مرة أخيرة إليك زينة. شكرا لك يا أميرة، شكرا لك يا ياسر، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 21، اسكندرية 29 19، مطروح 27 17، بورسعيد 28 21، الإسماعيلية 35 19، السويس 34 20، العريش 28 18، طابة 35 19، شرم الشيخ 36 26، الغردقة 36 26، الأقصر 39 22، أسوان 40 24، الوادي الجديد 38 23، شلاتين 35 24، وأخيرا حلايب 31 23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.